محمد بن منصور. هلا يا شبح، كم أنا أحبك. الله يحبك. وأريد أن أجعلك أفضل من غيرك بكثير، وأعدك بألا أحد أن يمس شعرة أو يضرك من درجات وإدارة ومكاتب وغيرهم. يا حبيبي يا حبيبي، أنا أغنيك من اليمين والشمال والأمان ومن كل مكان، وأطبطب فوق رأسك عندما تنام. طيب بس وقف معي، لا تصير مثل سالفة محسن. ليش ما شلت الخصم من محسن؟ لقد أخذت منه الخصم، وسأكافئك الآن بأمر لم تفكر به أبدا. أتريد أن تعرف يا محمد ابن منصور؟ وشو يا شبح؟ اذهب على يساري تحت الوردة الصفراء. هنا، قف مكانك محمد، تسمع الكلام سبهلة لا، وتذهب ارجع مكانك. طيب لا اله الا الله، دوك بالحديث. سم، اذهب على يساري الى الوردة الحمراء. هنا ولا هناك؟ على يساري انا. هناك صح؟ يمينك انت. نعم. ايه نعم. ها وين الحمراء؟ هذي. فتش المكان وخذ الجوال وكلم من تريد. كلم الآن تصفقون. أعرفتم من أكون. هذا جوالي والله، أني نسيت قسم بالله. أعرفتم من أكون أنا. أنا الذي يسيطر على كل الأمر. يا الشبح يا الشبح انا يا شبح زينب بجوالي، ولدي مكافات اخرى يستحقها من يستحقها، وانتظر المزيد من البقيه. يا شبح بجوالي، اثبت لي مع الايام بانك جدير للثقه، ودعوني اكمل مفاجاتي الاخرى. يا شبح يا شبح يا شبح يا شبح يا شبح. الله يستر.